مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء ربيعية معتدلة في عموم المناطق، ويتوقع أن تسود أجواء باردة نسبيا خلال هذه الليلة، لكن اعتبارا من يوم غد تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مع تراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان. خلال هذه الليلة تكون الأجواء مائلة للبرودة، 17 درجة مئوية فقط متوقعة، المحسوسة أيضا 17 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام، أما الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة نبدأها شمالا. عجلون طقس صافي 28 إلى 18 درجة مئوية، إربد 30 إلى 19 درجة مئوية مع طقس صافي، جرش أيضا طقس صافي 30 إلى 20 درجة مئوية، والمفرق 31 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البحر الميت طقس حار 35 إلى 27 درجة مئوية، مأدبة 30 إلى 19، البلقاء طقس صافي مع 29 إلى 19 درجة مئوية، نفس الأجواء والحرارات في العاصمة عمان، أما الزرقاء 31 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية نبدأها بالعقبة، طقس صافي 36 إلى 27 درجة مئوية، الشوبك 26 إلى 17 معان 29 إلى 20، الطفيلة طقس صافي 28 إلى 18، والكرك 29 إلى 18 درجة مئوية. نذهب شرقا الآن إلى الأزرق، 34 إلى 21 درجة مئوية مع طقس صافي، نفس الحرارة تقريبا في الصفاوي مع طقس صافي أيضا، أما رويشد 33 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.